complete the following analysis of cost alternatives and select the preferred alternative. يعني هنجيب القيمة دي وبعدين نختار أفضل واحد فيهم. The study period is 10 years and the MAR is 12% per year. Do nothing is not an option. يعني حتى لو كلهم سوالب نختار أقل سالب فيهم. طب هو هنا بيجيب الفيوتشر وورث، فأجيب الفيوتشر وورث 12% للسي اللي هو لسه مش موجود، ماينس 13,000 اف جيفن بي لان هو بي مدة 10 سنين. بعدين عندنا انيوال كوست 500، يبقى ماينس كوست يبقى ماينس اف جيفن اي لان كل سنة انيوال 12% وبرضو 10. وبعدين في عندنا ماركت فاليو ده بالبلس ومرة واحدة بس وفي اخر المدة، هو احنا عايزين اف فخلاص نعملش فيه حاجة. اف جيفن بي 12% وعشرة 3 10 5 8، اف جيفن اي 10 سنين 17 5 4 8 7، ماينس 13 3.1 0 لا 1 0 5 8، وال500 نضربها في 17. طبعا هما 10 لما بيمشوا يمين يزيدوا شوية، وزائد 1750 هيطلع طبعا بالسالب زيهم 47340. طيب يا ترى مين أقل واحد؟ ده 49، ده 53 في أسوأ فده غلط، بعدين 47 بس ده صار يبقى ده غلط، وده أقل من ده يبقى ده غلط، يبقى select alternative C، يعني الإجابة بتاعتنا برضو C.